فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. قال الحلف، باب الحلف الواجب للخديعة في البيع، سنن النسائي. عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يكلمهم الله عز وجل ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالطريق يمنع ابن السبيل منه، ورجل بائع إماما لدنيا إن أعطاه ما يريد وفي وفى له وإن لم يعطه لم يفي له، ورجل ساوم رجلا على سلعة بعد العصر فحلف له بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه. هنا يقول ثلاثة لا يكلم الله، قلنا هذا إثبات لكلام الله جل في علاه، فهو يكلم غيرهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ويزكيهم ولهم عذاب أليم. وهذا وعيد شديد، فيها دلالة على الكبيرة التي يقعون فيها، وهذه الكبيرة أنه قال في الثلاثة رجل على فضل ماء يمنع ابن السبيل، وهذه الزيادة على الثلاثة التي جاء بها الحديث قبل ذلك، قال رجل على فضل ماء، وهذا وصف مقيد، يعني الماء فاضلا، لكن لو حاض الماء وليس فضلا له، يعني ليس فضل ماء، فهذا لا شيء عليه. رجل على فضل ماء بالطريق يمنع ابن السبيل، يعني عندنا وصفان: طالب الماء هو ابن السبيل يحتاجه، وهو عنده فضل ماء يعني فوق حاجته ومع ذلك يمنعه إياه، فهذا من أعظم الناس ذنبا، فلا يكلمه الله ولا ينظر إليه يوم القيامة. ورجل بايع إمامه لدنيا ينعطي منها رضي ولم يعطى منها سخط، وهذا فعل المنافقين. رجل بايع إمامه لدنيا إن أعطى ما يريد وفى له ولم يعطي لم يفي له، وهذا من فعل المنافقين. ورجل ساوم رجلا على سلعة بعد العصر فحلف بالله أنه أعطي كذا وكذا كذبا حتى يزيد في السعر ويأخذ منه المال، قد أخذ المال وقد صدقه الرجل لأنه من خدعنا بالله إن خدعنا، لكنه لا يبارك له فيه، لا يبارك له فيه، فهو إلى قل. والأمر بالصدقة لمن لم يعتقد اليمين بقلبه في حال البيعة، أو يسمينا الناس، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو خير لنا من الذي سمينا به أنفسنا، فقال: يا معشر التجار، إنه يشهد بيعكم الحلف واللغو فشوبوه بالصدقة. يا معشر التجار، إنه يشهد بيعكم الحلف واللغو فشوبوه بالصدقة. وتعلمون أن التاجر يقسم كثيرا من أجل أن يروج السرعة، يقول: والله إنها من بلد كذا وكذا وإنها تكلفني مصاريف ونفقات، فهذه يروج بها السلع. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى ولو كان الحالف صادقا فعليه أن يتصدق من أجل أن يدفع كل هذه الأمور التي تحدث في البيع من الخداع وأيضا من الغب عند القسم بأنها بكذا وتكون بغير ما أقسم عليه. هذا أمر يعني قد يحرم الربح بذلك، ومثل ذلك لا يمكن أن يكون العقد معه صحيح إن كانت الخديعة، فيصح للإنسان الفسخ، يعني البيع صحيح لكن يصح له أو يضمن له الفسخ. باب وجوب الخيار المتبعين قبل الفرقة، وهذا شرحناه قبل ذلك، حديث حكيم بن حزام أن النبي قال: البيعان بالخيار أو المتبعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت بركة أو محق بركة بيعهما. فهنا فيها دلالة واضحة جدا، المتبعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار، أي هما بالخيار إلا بيعا جرى فيه التخاير وهو اختيار إمضاء العقد، يقول له: أنا أمضيت العقد، فإن العقد يلزم به، يقول: اختر أنت، يعني أنت اختار لكن أنا التزمت العقد. وهما بالخيار ما لم يتفرقا كما قلنا، أو يقول له اختر، يبقى هنا اختار، انتهى ألزم نفسه بالعقد.
والآخر ما زال على الخيار حتى يتفرق. والتفرق هنا التفرق هو التفرق بالأبدان لا بالأقوال، وهذا قول أحمد وقول الشافعي. وفي تفسير آخر في قوله أن ما تفرق، يعني أن الاستثناء من مفهوم الغاية أنه بالخيار ما لم يتفرق إلا بيع شرط، إلا بيع شرط فيه خيار يوم مثلا أو شهر أو ثلاثة أيام على ما قال بعض العلماء، فإن الخيار باق بعد التفرق إلى مضي الأمد. يعني بيقول له هي ثلاثة أيام ليه الخير أنا ردها بعد ثلاثة أيام. رد الله عنك يا أمال، حسن الله لكم، صباحكم كلكم فيه الخير والبر والود. والثالث أن معناه إلا البيع الذي شرط فيه أن لا خيار لهما. قال فإذا هنا قال أيضا إذا صدق في البيع يبارك لهم، وإذا كذب وكتم محقت البركة، لأنه فيه نوع خداع، فيه نوع خداع. وخيار المجلس قال به الشافعي والحنبلة خلاف الحنفية والمالكية، والمالكية يقولون أن خيار المجلس بالألفاظ لا بالأبدان، والصحيح أن خيار المجلس بالأبدان وبالألفاظ. ولذلك ابن عمر كان يبايع، فإذا أراد إتمام الصفقة مشى حتى يفارق مجلس العقد. يقول قول ذكر الاختلاف على النفع في لفظه، وكما قلنا كتاب النسائي كتاب علل، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال متابعيني كل واحد منهما بالخيار على صاحبه. الحمد لله أستاذ أحمدي. ما لم يفترق إلا بيع الخيار، إلا بيع الخيار يعني يقول أنا اشترت الخيار ثلاثة أيام، كما قال لا خلاب لا خلاب لا خناب لا خناب، والحديث متفق عليه. يعني إن اشترت الخيار له ذلك، إن اشترت الخيار له ذلك، فخيارهم في البيع لا يتعدى مجلس العقد، خيارهم في البيع لا يتعدى مجلس العقد، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وعن ابن عمر أيضا، عن نافع ابن عمر أن رسول الله قال بيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون خيارا. يكون خيارا معناه أنه يقول له اختر، جعلت الخيار لك، نعم سأسرع لأن ما عندي وقت، هذا التبرير، ما أسرعت إلا لأنني ما عندي وقت. وعن إسماعيل عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع عن خيار، إلا أن يكون البيع عن خيار. فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع، يعني وجب البيع والخيار بحاله. وهذا ينفع جدا البنوك المصارف الإسلامية التي تريد أن 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 أن, أن تتكامل أضلاع الشرع عندها في المعاملات كالمرابحة والسلام والاستثناء. في هذا الباب يشتري السلعة ويملكها، يشتري السلعة ويملكها، لكن يشتريها بالخيار، ببيع الخيار. يعني يقول له أنا بالخيار ثلاثة أيام، أنا بالخيار ثلاثة أيام. وعن ابن عمر قال، وأيضا في رواية عن ابن عمر المتعاني بالخيار ما لم يتفرق إلا أن يكون البيع كان عن خيار، فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع، يعني وجب البيع الزمن مع وجود الخيار. كان يقول له ثلاثة أيام، فهو على ما اختار أو على ما اشترط، والمسلمون عند شروطهم. ولذلك قال العلماء في قوله إلا بيع خيار استثناء من مفهوم الغاية، أي فإن تفرق فلا خيار إلا في بيع اشترطوا فيه الخيار، يعني يختار أنه يمضي العقد أو يبطله، فيمتد فيه الخيار إلى الأمد المشروط ثلاثة أيام، والحنابلة قالوا شهرا. وحقيقة الأمر أن المسألة لا توقت بوقت، وحديث لا خلابة حديث وقعة عين لا تعمم. حتى الذين قالوا أن ما في بيع خيار، يعني ما في خيار مجلس، يقولون بيع الخيار صحيح، يقولون بيع الخيار صحيح. وفي رواية أخرى، وكل هذا الحديث متفق عليه ابن البخاري ومسلم، وفيها من فرض بألفاظه مسلم، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه إذا تبايع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تبايع البيعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما عن خيار، فإن كان عن خيار فقد وجب البيع، يعني اشترط الخيار كما قلت ثلاثة أيام لحديث لا خلابة لا خلابة، وكان يقول لا خنابة لا خنابة، أو شهرا كما قال الحنابلة، أو هو مفتوح وهذا الأصح والأسد. وفي رواية عن ابن عمر البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما الآخر اختر، اختر يعني أنا اخترت لزوم البيع والخيار ما زال لك، هذا في مجلس العقد.
في مجلس العقد إذا قال له اختر يبقى كأنه قال أنا اخترت لزوم البيع والخيار لك. ولذلك في رواية أخرى عن ابن عمر قال البيعان بالخيار حتى يتفرق حتى يفترق أو يكون بيع خيار، وربما قال نافع أو يقول أحدهما الآخر اختر. وفي رواية عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار حتى يفترق أو يكون بيع الخيار، يعني يقول له اختر أنا ألزمت نفسي بالبيع فالعقد ماضي وأنت لك الخيار حتى نفترق حتى نفترق. وفي رواية أيضا إذا تبايع رجلان فكل واحد منهما بالخيار حتى يفترقا، وقال مرة أخرى ما لم يفترقا وكانا جميعا. وهذا الحديث اللفظ في قوله وكان جميعا احتج بها الشافعية والحنابلة على أن التفرق تفرق الأبدان، لأنه قال وكانا جميعا وليس تفرق الألفاظ بحمل الأحوال، هذه ظاهرة فاصلة بصحة ما تبناه الشافعية والحنابلة خلافا للمالكية والحنفية الذين يتبنون بأنه لا خيار مجلس، وأن الخيار المزعوم هنا خيار ألفاظ فقط، وأنه إذا حصل الإجابة والقبول تم البيع، وهذا كله مصادم للنصوص، وقول من قال بذلك يسقط لأنه خالف قول النبي كائنا من كان. قال أو يخير أحدهما أو يخير أحدهما الآخر يقول اختر أنا اخترت لزوم البيع، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، فإن تفرقا بعد أن تبايع ولم يترك أحد منهما البيع فقد وجب البيع، إلزام البيع بتفرق الأبدان. وقلت كان ابن عمر هو راوي الحديث، والقاعدة عند العلماء يعني يقولون بأن الراوي أعلم بما روى. أخونا بيقول أريد زواج من امرأة في زاد الدين وقالوا كل الجهاز عليك. نعم هو كل شيء عليك أصلا، إلا أن أنت أصلا هم يتقوا الله ويساعدوك، لأن الشباب طبعا فيهم ما فيهم. كان الله في زاد الله الأخت صاحبة القرآن أدبا عشان تستأذن بذلك. من هو عبد الرحمن؟ من الذي يريد؟ نحن أصلا خدم لأهل العلم، وشيخ الأهدل طبعا ده رجل من الفضل بالمكان، لكن من الذي يريد؟ نحن نزور ونتشرف. وفي الوقت عن نافع ابن عمر قال قال رسول الله المتبايعان لا يبع لا بيع بينهما حتى يتفرقا، يعني لا بيع بينهما ملزم، هذا المعنى مش لا بيع، يعني لا بيع ملزما. فالعقد هنا العقد فيه الإجابة والقبول وفيه الخيار، ممكن يحدث الإجابة والقبول حتى يمكن يكون تبادل الثمن مع السلعة وما زال في مجلس العقد، فالعقد ما زال فيه الخيار، فإن مشى أحدهما فقد ألزم نفسه بالبيع وتم البيع، أو يقول له اختر. على تقصير يا شيخ أحمد، سامحني يا شيخ أحمد نصر، قصرت معك جدا فسامحني بالله. فوائد المستنبطة في ذلك لا قول لأحد كائن من كان مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. النزاع فصل الخطاب فيه التمسك بالسنة. الفائدة الثالثة ساعة الشريعة. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.